مصدقاه. يحيى مين يا بنتي؟ يحيى مين؟ اه لا، هو في من يحيى كتير بصراحه، شبهه جدا، بس يحيى مش ابن ناس قوي كده. احنا هنهرق ولا ايه؟ ايوه بقى، اطلع لنا من ورا الستاره، هو ده يحيى يا بنتي. يلا بقى، يلا عشان الحق اروح المدرسه. بنت، بقول لك ايه يا صغنونه؟ اوعى تكوني فاكره عشان اشتغلت في مكتب المحاماه حاسها عنك. نيفر. اي وقت اني ميت هتلاقيها عندك في السكول، اشوف بتزوغي ما بتزوغيش، يو جو اور دونت جو. خلاص اتفقنا. بالك من نفسك. سلام. سلام يا حبيبتي، ربنا معاك. خلي بالك من العربيات. ها لا 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 لا، شكلك كده بالبدله اهلها خالص، لايق عليك جدا. ربنا يبارك لك. والله العظيم انا بدعي لك كل يوم، ربنا يسترك يا رب ويسعدك يا رب. لولاكي كان زماني رايح بالبدله بتاعت عم رضا المقلم اصفر دي، كان زماني اتفضحت في المكتب. يا ريتني اقدر اعمل لكم كل حاجه نفسكم فيها. بس انت كده هتصرفي الفلوس اللي خدتيها من ترجمه الكتاب، مش هيفضل معاكي حاجه. ده بس الجزء الاولاني، لسه عندي الجزء الثاني. ان شاء الله لما اخده هجيب لشمس الموبايل اللي نفسه فيه عشان يلاقي مامته على الفيسبوك ان شاء الله. وانا لسه هستنى، ما تجيبوا لي الموبايل بتاعي الاول والبدله دي بعدين. ما تستعجلش. ها، وبعدين البدله جت خلاص، ما تستعجلش. طب استنى استنى، انا عندي اقتراح حلو قوي. عندي واحده صاحبتي في الجامعه بتبيع الموبايل بتاعها، هو مستعمل، بس انا فكرت اخده منها وادفع لها ثمن قسط. منها نبقى حلينا مشكله الاستاذ شمس، ومنها بلاقيت حد يدفع معايا القسط. ماشي، ما عنديش مانع. وانا كمان موافق، من المرتب بتاعي اشارك معاك. واو. بس مريم مالهاش دعوه خالص. يا معلم، الموبايل بتاتشه بفيسه بحاجته بتاعك انت بس. مريم خليها تلعب في الموبايل لعبه اللي معاها. لا صحيح يا شمس، حازم جاي يتغدى معانا. طب هايل، ما تشغليش بالك، روحي كليتك وانا احضر كل حاجه. بيحب حاجه معينه؟ بصي اظن بالجاي ياكل عندنا. هيجي يا يحيى. يحيى. نعم. اسمه حازم. ها، يعني واحد اسمه حازم نقدر نقول له يا عم شمس حازم؟ اه لا، يبكي كده في البيت واليوم خلص.